اعتدى. فيعني الست اغاني كلهم مصورتهم اني يعني تقريبا، وشفت الدعايه يعني انا اكيد. شفتها، هي انا شفتها يعني اقول لك يعني بصراحه شفتها موجوده بالشوارع، موجوده بوسترات كلها موجوده. كلوديا البوم جديد والاسم الشركه، يعني الجماعه باذلين جهد الصراحه ومعاش الصراحه. عموما نرجع على تصوير الكليبات، قلت مصور اكثر من كليب. سؤالي هو يقول انه هل انت تركزين اكثر شيء على الكلام واللحن والموسيقى، او تركزين على التصوير، او الاثنين بنفس المستوى؟ حضرتك إذا تلاحظ يعني الناس تقول إنه أنا أركز على الكليب وأركز، أنا أركز في كل أنا شيء. أنا سألت سؤال حقيقي. طبعا أركز في كل شيء، يعني مثلا أغنية بندم قوي كلامها كثير حلو ولحنها رائع ولحنها صعب مو سهل. نعم. يحنن كذلك أغنية رتم إيقاعات صعيدي، يعني التوزيع صعيدي والكلام مالتها حلو. يعني إذا فصلت الأغنية من كلام وألحان وتوزيع وتشوف حتى التصوير. الآلات نعم. اللي موجودة في الشغل نعم. ما تكون يعني ثقيلة، مو تكون أغنية مجرد إنه هي موجودة وخلص على الساحة، بها باك جراوند الموسيقى، نعم بها أكيد. توزيع، بها شغل. نعم. وأهم الأسماء في الوطن العربي أنا اشتغلت معاهم، نعم. يعني وموجودين معايا في هذا الألبوم وفي ألبومات اللي أنا يعني عدا ألبوم تراثيات كلوديا لأنه هو من التراث العراقي العريق طبعا، لكن الباقي أنا حاضر في ألبوم مصري. يعني ما أريد أتكلم لأنه نعم. أخاف شوية الأمور من الحسد صراحة، فيعني أركز في كل شيء. نعم. أركز في كل شيء. نعم. عندنا يمكن اتصال من منصورة. اتصال أيمن. ألو يا أيمن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا طارق؟ اهلا وسهلا بك يا ايمن. اخبارك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله يا رب. وعام سعيد ان شاء الله على العراقيين كلهم وعلينا. الله يخليك. ويا رب كده نسمع دايما سمع خير ان شاء الله على العراق واهل العراق. ان شاء الله. طبعا إن شاء الله بحب العراق كتير طبعا عشان اصدقائي كتير عراقيين وزرت العراق وبتابع كتير البغداديه. أه. وان شاء الله تكونوا بخير على الدوام. الله يخليك. تسلم. وتحياتي كتير للفنانه كلوديا. على فكره انا بحب الطرب العراقي كتير جدا. تسلم يا رب. ميرسي ليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. بس يا ترى ايه اخبار الالبومات؟ ما فيش اي البومات مشتركه مع مطربين مصريين؟ هي كانت تحكي قبل شويه. ديو. لا قصد ديو مع مطرب قصدك ايه؟ ديو مع مطرب دويتو. مصري؟ لا يعني يبقى في البومات مشتركه مع مطربين او مطربات مصريات. البومات مشتركه ازاي يعني؟ يعني اغنيه مشتركه، كليب مشترك او اغنيه مشتركه. دويتو. 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 او دويتو بالظبط. ده مش البوم، ده اسمه دويتو يا استاذ. ماشي. انا اسمع فقط، ما انا ما اعرفش المسميات. اوكي. والله في كذا فكره بس لغايه دلوقتي ما استقرناش على النجم اللي هيكون موجود، بس ان شاء الله يعني انا يعني من غير مقاطعه ان شاء الله يعني مش في الفتره القريبه، لسه شويه بنفكر في الموضوع. ان شاء الله ربنا يوفقك. بس يا ترى بقى تقدر تسمعينا حاجه؟ اكيد ان شاء الله هسمعك دلوقتي عشان الطلبات كترت هسمعك غنوه. خلاص باذن الله. يا ريت اسمع اغنيه احبك. احبك لسه مغنيها؟ ما هو انا لسه فاتح البرنامج من 5 دقائق بالظبط. مش مشكله، اي اغنيه من الالبوم الاخير اسمعه. خلاص من عينيا. شكرا لك ايمن من المنصوره. ايش تحبين تسمعينه ما دام الطلبات كثرت يعني؟ نسمع بندم قوي. ممكن نسمع بندم قوي. بندم قوي. نسمع بندم قوي.
اذا هذه عودة معكم مرة اخرى، والاغنية بندم قوي. تندمتي في يوم من الايام؟ اكيد اذا احس بخطئي اندم، لكن ما ندمت كثير يعني. نعم. ما ندمت من القليل، من القلائل في حياتي اللي ندمت فيها. نعم. الا كانت اشياء تستحق اني اندم عليها. طيب ايضا سمعت انه كان حفل مع الفنان الكبير راغب علامة. نعم. اريد اعرف التفاصيل. بالتفاصيل بالتفاصيل التفاصيل بالتفاصيل. خلال هذه الفترة يعني قدمت عدة حفلات، لكن حفلتي مع السوبر ستار راغب علامة كانت مميزة، خصوصا انه في يعني كان فيها سبرايز لإلي يعني، خصوصا انه انا غنيت في الحفلة وتفاجأت، وانا يعني كانت حفلة كريسمس وكان محاضر فيها تقريبا الصالة في احد فنادق السفن ستار في القاهرة. نعم. فتفاجأت انه الحفلة المفروض الصالة توسع 2000 وشوية شخص، وصلت تقريبا 3000 شخص، ومنها كثير من الجالية العراقية الموجودة. أكثر من طاقتها القاعة. أكثر من طاقتها، بحيث أنا حسيت المكان ما قاعد يستوعب يعني ما يستوعب هذا كم من الناس اللي موجود. هي كانت حفلة الكريسماس، والحمد لله كانت من أقوى الحفلات اللي موجودة في اللي عملت في القاهرة. فالحمد لله كنت أنا أغني، غنيت قدمت بعض من الأغاني، كان عندي فقرة خلصتها. ثم في فاشن شو للمصمم العالمي طلعت شاركاس، ومن بعدها يبتدي السوبر ستار راغب علامة. فكثير ناس جايين وكثير ناس يعني موجودة، فأثناء ما خلصت كثير ناس يعني تريد تتصور، تريد تتكلم وتريد. فالحمد لله والشكر كنت أتصور. بدأت فرقة راغب علامة، تفاجأت في الأستاذ خضر أخو راغب، أخو الفنان راغب علامة. نعم. قال لي كلوديا يعني كيفك، شو أخبارك؟ قلت له كله تمام. وهيك قال لي ممكن يعني أهلي كانوا موجودين وحاضرين في الحفلة، وأصحاب الحفلة أصروا أنه أنا أكون موجودة، أنه أحضر الحفلة همينة. فهم أهلي وناسي في الأول وفي الأخير. طلع النجم، قدم فقرته النجم راغب علامة، فدعاني قال لي فين كلوديا؟ خليها تطلع المسرح حالا. فتفاجأت بالموضوع فطلعت. حتى لما تحكي الموضوع يعني احس بخوف، لانه انا انصدمت. احنا يعني ناس متفاعله معه، وفجاه يندهلي على المايك يقول في مطربه عراقيه كلوديا، انا بدي هلا تطلع المسرح حالا. فطلعت على الستيج، حتى انه في حال انه انا اريد اطلع الستيج من اول وجديد فيها مشي تقريبا نصف ساعة يعني. فحطوا الكرسي وطلعت فوق الكرسي ومن ثم بعدها الستيج، وبدأنا نغني بتغيب بتروح. غنيت دويتو معاه. نعم. على المسرح بتغيب بتروح. بتغيب بتروح. وقدمنا اغنية ثانية، يعني حوالي 3-4 اغاني، والحمد لله والشكر يعني حسيت الناس. وطلعت اكيد الرائعه فيفي عبدو على يا بنت السلطان، قدمت فقره بسيطه، لكن هي ما كانت حاضره لتقدم فقره، هي حاضره من المدعوين من يعني المدعوين او من حاضرين الحفل، لكن دعيناها على الستيج وقدمنا فقره حلوه، فصار نوع من الانقلاب على المسرح. حسيت الستيج ينهز من كثر الناس. نعم. اي ثينك انه انت سمعت باللي صار يعني، كانت من اقوى الحفلات والحمد لله والشكر. كانت واشادته يعني بيا كانت قويه الحمد لله والشكر. طيب بتغيب بتروح حافظتها؟ طبعا اكيد، انا ما كنت حافظتها في يومها بس مشيناها. نسمعها يا ريت بتغيب، من الاغاني جميله جدا فعلا. نسمع مقطع من عدل لانه هي ديو، هي مقطع من عدل. لو ما تقدر تغنيها كلها يعني؟ لا اقدر اغنيها، بس يعني ما اعرف الفرقه حافظتها او لا، لانه انا غنيتها على الفرقه اللي كانت. نسأل الفرقة. إيه أندرو. بتغيب بتروح رح تبقى يا حياتي، بالقلب بالروح بالآه بغنياتي وبالعين يا عين، لولا بتقرا كلماتي كنت بترجع تقول رح بك على طول. غنيت وجنيت لعيونك يا غرامي، وبالحب يا ريت ده تصيري
قلبك على طول. يا ليل يا عين جن الغرام، غني يا حب أحلى الكلام. لا تغيبي يا عمري لا تغيبي، لا تغيبي بالأيام. جني وغني عني ومني أحلى قلبي، ولا طمع سمع صوت الآه. عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل، لو بتضلك مشغول رح حبك على طول. خليك بحميك من عيوني يا عيني، أفراح بهديك وبعطيك كل الحني. وبالبال سؤال لو رح بترد علي، كنت بترجع تقول رح حبك على طول. واضح انه انت بتعشقي هذه الاغنيه جدا من قبل ما تغنيها مع رهب علامه. انا احب هذه الاغنيه يعني.